السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة ان شاء الله. فيديو جديد على القناة، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبة لهذا الفيديو نقدم فيه الفيسا بمناسبة ذكرى مولد نبوي الشريف، يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبطولة العمر ان شاء الله. واللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير جيم. وندوزو للمقادير وطريقة التحضير ان شاء الله. بالنسبة للمقادير عندي هنايا راس ديال التومة، معلقة صغيرة ديال الحلبة مطحونة، ومعلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة كبيرة ديال المساخن أو راس الحانوت، معلقة كبيرة ديال السكنجبير أو الزنجبيل، عندي الملح، وعندي الخرقوم، خرقوم عرق. هنا عندي الزعفران شعرة اللي دايراه في نص كاس ديال الماء. عندي كاس الا ربع ما بين الزيت البلديه وزيت الروميه. وهنا عندي فروج بلدي، ولكن كل واحد يدير الحاجه اللي كتناسبو وكتعجبو وليداتو. نبداو على بركه الله، ننزل داك الزعفران شعره اللي رقدناه في الماء، ندير العطريه ديالي كامله. بالنسبه لهذا ذكرى المولد النبوي الشريف، كل واحد والعادات والتقاليد ديالو، كاين اللي كيدير الكسكسو، كاين اللي كيدير الرفيسه، كل مدينه وكتمتاز بالعادات والتقاليد ديالها. حنا في مدينتنا كنديروا الرفيسه ولا الكسكسو. هنا غادي نخلط العطريه ديالي، غادي نضيف عليها جوج ديال الريوس ديال الثومه اللي محكو، كي نسيت ما قلتها لكمش مع المقادير. غادي نخلط مزيان، وغادي نشرملو الفروج ديالنا، نحاولو ندخلو له داك الشرموله ما بين الجلده واللحمه، نشرملوه من الداخل مزيان باش يجي معنا بنين. هنا غادي نزيد داك الكبيده والعنيق اللي ديال الفروج اللي بقاو لنا، وغادي نخليه مرقد. كل ما ترقد مده اطول كيجي بنين. يعني انا تقريبا هنا خليته جوج سوايع ولا. دابا غادي نديرو نصبو الرفيسه ديالنا، غادي نحط الفراج الكوكوت، غادي نضيف عليها جوج ديال البصلات اللي مشلطين، غنضيفوهم على الفروج. عندي هنا زلافه ديال الحلبه صغيره اللي فزكتها تقريبا ساعه المكانه في الماء. وزلافه صغيره ديال العدس اللي تا هي كانت عندي في الماء مرقده. عندي هنا راس ديال الثومه، غادي نخليه صاين. دابا غادي نديرو الكوكوت على نار مهيله حتى يتقلى معنا الدجاج وتشرب داك العطريه، عاد غادي نزيدو له الماء. هنا هو تقلى معنا الدجاج ديالنا مزيان، تقلى داك البصيله. دابا غادي نضيف الماء، الماء على حسب القياس ديال الرفيسه اللي عندنا. هنايا ضفت الماء ديالي، غادي نضيف الزيت، الكاس الا ربع ديال الزيت اللي عندي مخلط. غادي نقفل الكوكوت ديالي مزيان باش يطيب الدجاج، دابا غادي ندوزو نوجدو التفايه ديالنا اللي غنزينو بها الرفيسه. عندي هنا ثلاثه ديال البصلات مشلطين، عندي معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الإبزار، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، والملحة حسب الذوق، وشوية ديال القرفة حتى هي تقريبا معلقة صغيرة. عندي زبيب مرقداه في الماء. هنا غادي نضيف ليها نص كاس ديال الزيت مخلطة ما بين الزيت العادية والزيت البلدية أو زيت الزيتون، وغادي نردها على نار مهيلة.
غادي نقلي هاد البصيله ديالي حتى تبدا تنزل. دابا من بعد ما نزلت معايا البصله شي شويه عاد غنضيف ليها كاس ديال الماء. هنا غادي نغطي البصله ونخليها تطيب على نار مهيله، طيب مزيان. عاد نضيف ليها باقي المكونات. دابا البصيله ديالي نزلات وطابت، غادي نضيف ليها الزبيب اللي رقدته في الماء، وغنضيف ليها 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده او السكر حبيبات. وغادي نحركوها وغادي نخليوها حتى تعسل. من بعد ما تعسل معنا التفاية صافي كتصبح واجدة باش نزينو بها ان شاء الله الرفيسة. هنا من بعد ما طاب الفروج وطابت الحلبة والعدس وتلبت داك المريقة ديالنا باش تجينا بنينة، غادي ندهن بالسمن وغادي ندخلو الفران غير باش يتحمر معنا شوية. بالنسبة للتزيين غادي نزين بالبيض السمان، اللوز اللي سلقته وفسخته وقليته في الزيت، والمشماش الجاف والتمر. بالنسبة للتزيين كل واحد يزين بالحاجة اللي كتعجبه. وهذه الرفيسة بالتريد اللي كتقدم على هذا الشكل قدموها للضيوف ديالنا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير جيم، واللي كيزور القناة ديالي لأول مرة كنتمنى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وعواشركم مبروكة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.